مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في خبر اليوم نقدمه لكم من قناة شوف تي في. ألقى الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 16 لتربعه على أسلافه الميامين خطابا لشعبه الوفي، خطاب اعتبره الملك مجددا وقفة معدة. وتميز الخطاب الملكي للأمة وكالعادة بنبرة صادقة صارمة في بعض الأحيان، لكنها دقيقة في رصد وتشخيص بعض الأوضاع والمعضلات التي يضعها الملك في مقدمة انشغالاته من أجل خدمة المواطن، كالظروف القاسية والفقر والتهميش التي تعيشها فئة اجتماعية في بعض المناطق المغربية، حيث بشر الملك ملايين المواطنين وآلاف الدواوير بعدد كبير من المشاريع التنموية. نتابع الخطاب الملكي. ورغم التطور الذي حققته بلادنا، فإنما يحيز في نفسي تلك الأوضاع الصعبة التي يعيشها بعض المواطنين في المناطق البعيدة والمعزولة، وخاصة بقمم الأطلس والريف والمناطق الصحراوية والجافة والواحات وبعض القرى في السهول والسواحل. إننا ندرك حجم الخصاص المتراكم منذ العهود بهذه المناطق رغم كل المبادرات والمجهودات. لذا أهدنا الله من تحملنا أمانة قيادتك شعبي العزيز أن لا ندخر أي جهد من أجل تحسين أوضاع سكان هذه المناطق والتخفيف من معاناتهم. ولهذه الغاية وتعزيزا لمبادرات التي سبق إطلاقها، قررنا تكليف وزير الداخلية بصفته الوصي على الجماعات الترابية للقيام بدراسة ميدانية شاملة لتحديد حاجيات كل دوار وكل منطقة من البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، سواء في مجال التعليم والصحة أو الماء والكهرباء والطرق القروية وغيرها. وكان الملك أكثر موضوعية وصرامة في حديثه عن المشاكل التي تعترض أبناء الجالية من سوء معاملة وضعف في خدمات البعثات القنصلية المغربية في الخارج. نتابع مجددا الخطاب الملكي. لقد وقفت خلال الزيارات التي أقوم بها إلى الخارج، وعندما ألتقي ببعض أفراد جاليتنا بأرض الوطن، على انشغالاتهم الحقيقية وتطلعاتهم المشروعة. وقد كنا نعتقد أنهم يواجهون بعض الصعوبات داخل المغرب فقط، بل إن عدد منهم يشتكون أيضا من مجموعة من المشاكل في معاملتهم مع البعثات القنصلية المغربية بالخارج. فبعض القناصلة، وليس الأغلبية ولله الحمد، عوض القيام بعملهم على الوجه المطلوب ينشغلون بقضاياهم الخاصة أو بالسياسة. وقد عبر لي عدد من أبناء الجالية عن استيائهم من سوء المعاملة ببعض القنصليات ومن ضعف مستوى الخدمات التي تقدمها لهم، سواء من حيث الجودة أو احترام الأجال أو بعض العراقيل الإدارية. وهنا نثير انتباه وزير الخارجية إلى ضرورة العمل بكل حزم لوضع حد للاختلالات والمشاكل التي تعرفها بعض القنصليات. فمن جهة يجب إنهاء مهام كل من يثبت في حقه التقصير أو الاستخفاف بمصالح أفراد الجالية أو سوء معاملتهم. ومن جهة أخرى يجب الحرص على اختيار القناصلة الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والمسؤولية والالتزام بخدمة أبنائنا بالخارج. الإصلاح الجوهري للتعليم الذي بات يشكل مفتاح الارتقاء الاجتماعي كان حاضرا بقوة في الخطاب الملكي. وعن هذا الموضوع يقول الملك محمد السادس: في سياق الإصلاحات التي دأبنا على القيام بها من أجل خدمة المواطن، يظل إصلاح التعليم عمادة تحقيق التنمية ومفتاح للانفتاح والارتقاء الاجتماعي، وضمانة لتحسين الفرد والمجتمع من آفات الجهل والفقر ومن نزوعات التطرف والانغلاق. لذا ما فتئنا ندعو لإصلاح جوهري لهذا القطاع المصيري، بما يعيد الاعتبار للمدرسة المغربية ويجعلها تقوم بدورها التربوي والتنموي المطلوب. ولهذه الغاية كلفنا المجلس الأعلى للتربية والتكوين
والبحث العلمي بتقييم تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين وبلورة منظور استراتيجي شامل لإصلاح المنظومة التربوية ببلادنا. ولفهم ما ينبغي أن يكون عليه الإصلاح، نطرح السؤال: هل التعليم الذي يتلقاه أبناؤنا اليوم في المدارس العمومية قادر على ضمان مستقبلهم؟ وهنا يجب التحلي بالجدية والواقعية والتوجه للمغاربة بكل صراحة. لماذا يتسابق العديد منهم لتسجيل أبنائهم بمؤسسات البعثات الأجنبية والمدارس الخاصة رغم تكاليفها الباهظة؟ الجواب واضح: لأنهم يبحثون عن تعليم جيد ومنفتح يقوم على الحس النقدي وتعلم اللغات ويوفر لأبنائهم فرص الشغل والانخراط في الحياة العملية. وخلافا لما يدعيه البعض، فالانفتاح على اللغات والثقافات الأخرى لن يمس بالهوية الوطنية، بل العكس سيساهم في إغنائها، لأن الهوية المغربية ولله الحمد عريقة وراسخة وتتميز بتنوع مكوناتها الممتدة من أوروبا إلى أعماق إفريقيا. ورغم أنني درست في مدرسة مغربية وفق برامج ومناهج التعليم العمومي، فإنه ليس لدي أي مشكل مع اللغات الأجنبية، والدستور الذي صادق عليه المغاربة يدعو لتعلم وإتقان اللغات الأجنبية لأنها وسائل للتواصل والانخراط في مجتمع المعرفة والانفتاح على حضارة العصر. وللغوص أكثر في خطاب الملكي، نستمع لقراءة لرئيس المركز المغربي للدراسة الاستراتيجية محمد بن حمو في الخطاب الملكي في تصريح لقناة شوف تيفي. هو خطاب كذلك أشار إلى معضلة التعليم وإشكالية إصلاح التعليم وتحسين المجتمع من الآفات التي يعني تنجم عن غياب الدور الحقيقي للمدرسة. وخطاب يعني جاء ليفيد بأننا ندخل في مرحلة جديدة لإصلاح منظومة التعليم لا تقوم على السياسات السابقة التي كانت سياسات الإصلاح دائما، ولكن باستراتيجية جديدة تقوم على الانفتاح وتقوم كذلك على تطوير منظومة التعليم في إتقان اللغات الأجنبية وانفتاح على العالم وعلى العصر. الخطاب الملكي إذن لم يكن جريئا وموضوعيا وصارما فقط، بل كان خطابا مؤثرا، حيث عبر فيه الملك عن التحام تام بأفراد شعبه وبإحساس عميق بقضاياه وانشغالاته وهمومه، وبشكل مباشر حينما توجه إلى كافة المواطنين بالقول: كل ما تعيشونه يهمني، ما يصيبكم يمسني، وما يسركم يسعدني، وما يشغلكم أضعه دائما في مقدمة انشغالاتي. لذا جعلنا من صيانة كرامة المواطن الهدف من كل الإصلاحات السياسية والاجتماعية والمبادرات التنموية. دمتم في رعاية الله وإلى فرصة قادمة بحول الله. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتوا تشوفوا شاشة شوف تي في، ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.